الاتصالات اللي لقيته بالام بي سي كنت عم اقدم النشره الاخباريه باللغه الانجليزيه بلبنان. اول برنامج عملته مع ام بي سي هو العالم سينما. اول ضيف كان معي بام بي سي راغب علامي. اول يوم شغل كان قلبي براد جسمي. اول اوتفيت كان على الهواء ما بتذكره بالمره. يمكن أحاول أنسى لأنه كان كله إبولات وشعري كان غريب عجيب. أول زميل تعرفت عليها هي شفكي المنيري. أول صورة أخذتها كمان كانت مع شفكي المنيري. أول ذكرى بتخطر عبالي لما تقولوا MBC هي ديوك ستريت. أول يوم فتنا فيه بديوك ستريت بإنجلند واستقبلنا مدير المحطة وقال